ودي كانت إذاعة القرآن الكريم يوم 6 أكتوبر الصبح، يوم الحرب. كان يوم عادي جدا بالنسبة للناس في البيوت والشوارع، أما بقى بالنسبة للقادة العظام دول فده كان اليوم اللي خدوا فيه قرار مصيري، القرار اللي غير شكل مستقبل مصر كله. ومن هنا يا أولاد إن شاء الله هنبدأ جولتنا في المتحف الحربي. الجولة دي هتفيدكم كتير جدا في المشروع بتاعكم، المشروع اللي هيتسلم اخر الاسبوع. اديني بقول اهو عشان محدش يرجع يقولي ما قلتيش. يلا بينا. بتعمل ايه؟ بكتب كل حاجه الميس بتقولها عشان احطها في البروجكت. يا عم انت بتتعب نفسك ليه؟ ما كل حاجه موجوده اونلاين. ازاي بقى؟ دي معلومات مهمه جدا. سيبني انا بحب اعملها بطريقتي. طب بس انا هخلص لك الموضوع ده على النت في ثانيه. انت بتحب تتعب نفسك. أنا المرشدة هنا في المتحف الحربي، ودي قاعة من القاعات اللي بنستعرض فيها انتصارات حرب أكتوبر، وده جزء من الأسلحة الحقيقية اللي تم استخدامها بالفعل في حرب أكتوبر. بجد؟ تعالوا يا بنات. أما دي بقى إحدى اللوحات اللي بتجسد العبور العظيم، وهتلاقوا جنب كل قاعة خريطة عشان تحدد لكم الاتجاهات وتتحركوا في المتحف بكل سهولة. لو احتجتوا أي مساعدة أو استفسار هتلاقوني دايما معاكم. احنا متشكرين جدا لحضرتك. خد تعالى بس سيبك انت من الكلام ده، انا خلصت لك البروجكت اهو. صور انت بس كام صوره وحطهم وخلصت. وريني كده. ايه ده؟ انت كاتب ان مصر واسرائيل اتعادلوا في الحرب. طب وايه المشكله يا عم؟ خلينا نخلص البروجكت ونروح. المشكله اننا هنسقط، لان الكلام ده غلط يا عادل. في ايه يا اولاد؟ مالكم؟ ايه اللي شغلكم قوي كده؟ بتتكلموا في ايه كل ده؟ في البروجكت كنا عايزين نسال حضرتك سؤال. هو مين كسب في حرب اكتوبر، احنا ولا هم؟ يا سلام، وهي دي عايزه سؤال برضو يا احمد. مصر طبعا اللي كسبت الحرب. بس الذكاء الاصطناعي وفي فيديوهات كتير جدا على السوشيال ميديا بتقول ان احنا تعادلنا في الحرب. وهو احنا اي حاجه بقى هنشوفها ولا هنسمعها على السوشيال ميديا عادل هنصدقها؟ جرى ايه يا اولاد؟ يعني انتوا تبقوا مصريين وموجودين جوه المتحف الحربي وتروحوا تعرفوا تاريخكم من على السوشيال ميديا واحنا حوالينا كل التاريخ ده؟ مش كنا روحنا الاول الملاهي وبعدين جينا المتحف الحربي؟ يا استاذه سهر، يا استاذه سهر ابوس ايدك، الصاروخ بيقفل بدري وانا عايز الحق اركب الصاروخ. انا مش فاهم تاريخ ايه اللي انت عايزه تعلميه الولاد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله قدام الولاد ده يا استاذ؟ التاريخ مش لعبه. طبعا هو مش لعبه، انا قصدي يعني ان الولاد دول بسم الله ما شاء الله ولاد اذكياء، يعني مثلا اي حد فيهم هيمسك الموبايل ويكتب. يعني مثلا ما ينفعش ابدا نعرف تاريخنا من على السوشيال ميديا، لان في حاجات كتيره جدا على النت غلط، ولا ايه يا استاذ سمير؟ اللي تشوفيه يا استاذه سهر، خلاص براحتك، اديهم حصه التاريخ اللي انت عايزاها. بس انا جعان ما فطرتش ومش عارف الكافيتيريا هنا فين عشان استناكم لما تخلص. اتفضل معايا حضرتك اعرفك المكان. انا متشكر جدا، خدوا حصه التاريخ مع الاستاذ. تعالوا يا بنات، تعالوا تعالوا يا اولاد، شوفوا بقى مصر الحمد لله بفضل ربنا تاريخها طول عمره مشرف، وزي ما انتوا شايفين حواليكوا كده مفيش اي حاجه في تاريخ مصر من حروب وانتصارات مش حقيقيه. بس التاريخ يا اولاد ما بيتعرفش من على السوشيال ميديا، التاريخ بيتعرف من الحقائق، والحقيقه اهي قدامنا كلنا. ثانيه كده، امال ليه في مواقع كتير جدا بتحاول تقلل من انتصارنا؟ لان هو ده يا منا اللي هم بيحاولوا يعملوه، عايزين يوهموكم بحاجات اصلا ما حصلتش. ياما حاولوا يضربونا وما نجحوش، وحاولوا يحاصرونا وما نجحوش، وحاولوا حتى يعزلونا وبرضه ما نجحوش، ودلوقتي بيحاولوا يتوهوكم ويشوهوا تاريخكم
وبرضه ان شاء الله مش هينجحوا. لازم يا اولاد تعرفوا تاريخكم كويس، لان اللي ملوش تاريخ ملوش مستقبل. وعلشان كده انا جبتكم هنا النهارده، واصريت ان انتوا تشوفوا جزء من تاريخ بلدكم بعينيكم. طب ممكن حضرتك تحكي لنا اللي حصل بالظبط؟ محتاجين نفهم. ايوه محتاجين نفهم. طبعا يا اولاد طبعا هحكي لكم. انا هحكي لكم الحكايه كلها من البدايه خالص، زي ما ابويا حكاها لي بالظبط، من اول هزيمه 67، كانكم عشتوها زي ما هو عاشها تمام. ولان دي حكايتنا ولان ده تاريخنا، لازم دايما نفضل نحكيها جيل بعد جيل.